النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، استمرت المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا عملت على الارتفاع لدرجات الحرارة واستمرارها أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن الخبر المفرح هو أن هذه الأجواء الحارة ستنكسر خلال الساعات القادمة مع اقتراب لكتلة هوائية معتدلة الحرارة ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة وعودتها لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر استعرض في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات الليلة الماضية وأيضا خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم منطقة بلاد الشام، هي ناتجة عن هذه الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المنطقة عملت على تشكل هذه الغيوم العالية. بالمقابل لاحظوا هذا الاندفاع لهذه الغيوم من شرق البحر الأبيض المتوسط، تحديدا من جنوب غرب تركيا باتجاه عموم الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، هي ناتجة عن امتداد أو تحرك المنخفض الجوي الخماسيني الذي أثر على مصر خلال ساعات نهار اليوم باتجاه جنوب غرب تركيا خلال الساعات الصباح الباكر، عمل على دوران لهذه الغيوم واندفاع لكتلة هوائية معتدلة الحرارة يتوقع أن تبدأ تأثيراتها خلال الساعات القادمة على المملكة. نستعرض تفاصيل أكثر في هذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة. يوم الأحد استمرت المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، درجات الحرارة استمرت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن لاحظوا يوم الاثنين كيف تندفع كتلة هوائية معتدلة الحرارة باتجاه منطقة بلاد الشام وعموم شرق البحر الأبيض المتوسط، تنخفض على إثرها درجات الحرارة وتعود وتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يصبح الطقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة إلى لطيف خلال ساعات الليل، تحديدا خلال منتصف الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء هناك مؤشرات على عودة ارتفاع درجات الحرارة مع تحرك لكتلة هوائية حارة جديدة نحو المنطقة. مع هذا الاندفاع للكتلة الهوائية المعتدلة خلال الساعات القادمة يتوقع أن تنشط الرياح الغربية بشكل لافت في عموم مناطق المملكة خلال يوم الاثنين، تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية وأيضا المنطقة الشرقية والبادية الجنوبية خلال ساعات يوم الاثنين، وتستمر فرصها حتى ساعات مساء يوم الاثنين على أن تقل وتخف سرعة هذه الرياح خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء. نذهب الآن إلى العاصمة عمان والتوقعات الجوية لفترة السحور، حيث تكون هناك الغيوم متفرقة 11 درجة مئوية، الملموسة 11، الرطوبة 60%، والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين كما ذكرنا هناك رياح نشطة وانخفاض على درجات الحرارة 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، وبالتالي تصبح درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تنخفض ليلا تسجل 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تبقى درجات الحرارة معتدلة مع استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية المعتدلة 23 درجة مئوية، أما الصغرى 13 درجة مئوية، ويوم الأربعاء كما ذكرنا تعود وترتفع درجات الحرارة لتسجل 27 درجة مئوية، وأيضا ترتفع ليلا لتسجل 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.